قلبه يتذكر. الصناعة بتاعتنا ديت صناعة من قديم الأزل، يعني احنا كمصريين مشهورين بالصناعة ديت أو صناعة قديمة عندنا. المصنع اللي حضرتك قاعد فيه دوت بدايته مثلا كانت في الستينات، بتبدأ مرحلة الإزاز بالخلطة أو يعني التكوين الكيماويات بتاعت اللي بتخش في الإزاز، بنعمله منها الخلطة. أولا المكونات بتاعتها رملة بتيجي من سينا، صودا قش اللي هي كربونات الصوديوم، الملح، حجر جيري، أغلبيتها كيماويات بتبقى كيماويات مستوردة يعني ما بتتصنعش عندنا. المرحلة التانية بالنسبة لنا بتبقى مرحلة إن أنا أرمي الخلطة ديت في الفرن، تمام؟ الفرن دوت بتبقى درجة حرارته أكتر من 3000 درجة مئوية. بنبدأ نحط الخلطة ديت، بتاخد مثلا من 4 لـ5 ساعات عشان تاخد درجة الانصهار بتاعتي اللي أنا عايزها، عشان أبدأ أشكل حسب الأشكال وحسب الكميات المطلوبة مني. بعد كده بتخش المرحلة التالتة، مرحلة إن أنا باخد الشغل اللي بيطلع الإزاز دوت بحطه في حاجة اسمها التمبيرة عندي. التمبيرة ديت الفايدة بتاعتها إن هي بتقوي صلابة الإزاز، تديله صلابة أكتر شوية. بعد كده بيبدأ نخش في مرحلة التحميض، تحميض الازاز، ان انا بحول الازاز من ازاز ساده ابيض لازاز مصنفر، عشان خاطر لما يطلع المرحله اللي بعديها مرحله الزغرفه يبقى البويات والكلام من ده والزغرفه والرسم بتاعي يمسك على الازاز. القطع دول او ال 5000 قطعه بيحتاجوا مني من اقل من 100 عامل. ال 100 عامل دول بقى بيتقسموا من عمال بتعمل خلطه لعمال بتصنع الزجاج، عمال تقطيع، عمال تحميض، عمال بتزغرف، عمال بتحمل العربيات، بنات بتعبي، يعني المتوسط بتاعي 100 عامل. يعني اجر العامل في اليوم حوالي 70 جنيه 80 جنيه 90 جنيه حسب هو واقف فين وحسب هو بيشتغل في انه مكان، صنايعي، صبي، عامل، عبوه، حسب كل حاجه ليها. بس انا عندي مثلا صنايعي ممكن يوصل له ال 100 جنيه. الميزه بقى عندي ان انا العامل بياخد ورديته وممكن ياخد ورديه يطبق فيها طبعا مضاعفه الاجر. يعني هي دي اللي تظبط الدنيا معاه شويه. يعني عندي متوسط انتاجي في اليوم من مثلا 4000 لـ5000 قطعه يوميا.